خلينا نبدأ مع دكتور ياسر بعد إذن حضرتك. دكتور اتفضل. ياسر، أخبار الثروة الحيوانية في مصر إيه؟ في البداية أحب أهني حضرتك وأهني الشعب المصري بقرب حلول عيد الأضحى المبارك. كل عام والشعب المصري جميعا بخير. الفترة اللي فاتت دي على مدار السنوات الأخيرة القيادة السياسية والرئيس السيسي بالتحديد بيهتم جدا بالجانب بتاع تنمية الثروة الحيوانية وقطاع الأمن الغذائي، خاصة الثروة الحيوانية والألبان ومنتجات الغذاء ذات الأصل الحيواني. من بداية من مشروع البتيلو ولحد امبارح في الافتتاحات اللي تمت بتاعة المشاريع بتاعة الأعلاف والألبان وتنمية الثروة الحيوانية. فطبعا الموضوع بدأ من فترة بالقرارات الوزارية اللي صدرت بإيقاف ومنع ذبح عجول البتيلو اللي هي العجول الرضيعة الجاموسي. بدل ما أنا أذبحها وهي في وزن 60 كيلو وفي عمر صغير، لا، في صدر قرار بمنع وتجريم ذبح هذه العجول. ذبح الإناث معروف؟ لا، غير الإناث، عجل البتيلو اللي هو العجول الرضيعة الجاموسي اللي كان بيسموها العجل البتيلو. ده تم منع ذبحه وابتدى الاهتمام بيه وعمل مشاريع عليه علشان نعمل اسمه مشروع البتيلو، وتم دعم من الدولة لتنمية الثروة الحيوانية عن طريق ان القرار بيقول ايه، ممنوع ذبح هذه العجول قبل الوصول للوزن المقرر وهو 400 كيلو جرام. ده الحد الادنى لذبح هذه العجول. ايوه، دلوقتي احنا عندنا السلالات بتوصل 400 كيلو عندها 9 اشهر. طيب، وعندها سنة. جميل. ما هو انا الاضحية بالنسبة لي لازم تكون عمرها سنتين. هنا جه العجول بالظبط. المراكز البحثية المتخصصة اللي اشتغلت على ازاي انا اوصل بتركيبات الاعلاف والمركزات بالظبط ان انا اوصل لعملية تغذية بطريقة ترفع معامل التحويل الغذائي. العلف يا فندم، انا عارف بعد ما 7 كيلو ونص من العلف هتديك كيلو 300 جرام الى كيلو 500 جرام من اللحوم في بالظبط. هي كانت قبل كده المعامل ضعيف، معامل بيبقى 9.8 و9 من 10 كده. لا، دلوقتي وصلنا عدت الكيلو واكتر باستمرار الانتخاب لبعض الاعلاف والمركزات اللي بيتم استخدامها. هنوصل لمعدلات اعلى بعد كده. برضو بيشتغل على تحسين السلالات و اي فندم. لكن انا النهارده كمواطن مصري الا لا اقدر اجي لك كحكومه اشتري من عندك؟ هل طرحين هي رؤوس هي ماشيه هي وزاره الزراعه اصلا؟ يعني في قطاع الانتاج الحيواني موجود، هو بعيد عن الجزئيه بتاعتنا احنا كهيئه عمل الخدمات البيطريه. في قطاع الانتاج الحيواني في تعاون كامل مع المربين والمزارع وحتى اللي لسه عايز ينشئ مزارع، ان هم بيتواصلوا مع قطاع الانتاج الحيواني وبيدوهم الاستشارات وبيدوهم ازاي ايه الاغذيه وايه السلالات اللي ممكن يتعاملوا فيها. انا معترف ان انت بتقولي ده مش تبعي، دي منطقه مش بتاعتي انا، بس هم بيعملوا كذا. بالزبط. انت بتفتش على صحه الحيوان اللي انا بشتريه مش كده؟ لا، انا بالنسبه لي بفتش على الاغذيه ذات الاصل الحيواني اللي موجوده. اشوف اللحوم، اشوف منتجات اللحوم اللي موجوده في الاسواق اللي بيتم تداولها داخل الاسواق للمواطن. هل فعلا اللحوم ديت او منتجاتها صالحه للاستهلاك الادمي؟ هل في مخالفات؟ هل في بعض التجار الجشعين اللي ممكن تؤدي الى حالات غش او عمليه بقى ذبح خارج المجازر؟ ما هو ده بيؤدي الى اهدار، في ذبح اناث، في ذبح حيوانات مخالفة للقوانين والقرارات المنظمة لتداول اللحوم في الأسواق. احنا على مستوى الجمهورية في لجان بتنزل تعمل حملات تفتيشية على مستوى 27 محافظة. بتعملوا ايه في العيد؟ بس هرجع لحضرتك تاني، هرجع لك تاني عشان تفضل بتعملوا ايه في فترة العيد دي، لان فترة العيد دي بتبقى شغل جامد قوي. فضل. دكتور طارق، انا النهاردة ما عنتش قادر اذبح في الطريق زي ايام زمان بقى والدنيا والكلام ده كله، اروح اذبح فين؟ في المجازر. في المجازر مجاني، في للاضاحي مجاني،
في العيد بس. في العيد بقى، ما اصل ده هو ده الموسم. الاضاحي منجانا بتستعمل الدكتور، الميه، المجزر، كل حاجه بتستعملها العمال، انما الجزار بقى دي ما هو، لان الحكومه لا تملك جزار، لا تملك سلاخ يعني. ما عندهاش. لا ما فيش. امال انت بتذبح كمجزر قالي ازاي لما يجي بيخش لك الحاجه؟ لا في عندنا في لما تكون شغال في الايام العاديه. الايام العاديه ما هو في الجزار ده بيجي له بكه هو اللي يعني كل جزار بيخش في اي منطقه. احنا المجازر مجرد مكان بنوفره لك، بدل ما بتذبح في الشارع، لا بنوفر لك مكان امن نظيف، دكتور بيكشف لك على الذبح قبل الذبح وبعد الذبح ويختمها لك لو هي صالحه. مش صالحه بيعدمها. هل بيعدمها؟ طبعا. هل بيحصل ان في حد يشتري اضاحي ويجي لك وتكشف عليها تقول له لا ده ما ينفعش؟ حصلت. حصلت؟ اه. كتير ولا؟ مش كتير، اصل انا ما بتابعش المجازر اللي هم يعني بقول لك في الاعدامات دي ما بتتبلغش لان اضاحي. يعني لما في حتى باختماش. فهو في بقول لك تم عدمنا عجلين النهارده ثلاثه في محافظات كتيره. بيحصل. بيحصل الراجل اصل بقى خلاص طالما دخلت المجزر بتشمل قوانين الصحه بقى. ده في سل نعدمه ولا تعمل ايه؟ اقول لك لا طبعا نعدمه على طول. بس وخد الاجر كده على فكره، عند ربنا خد الاجر. هو على عند طبعا. ما خلاص ما طالما يعني اتعدمت لمرض بتاخد الاجر. كان المفروض الدكتور بيكشف عليها قبل ما تتذبح. وفي دكتور بيكشفها، بس في امراض ما بتبانش الا بعد الذبح. في امراض ما تبانش الا بعد الذبح. ايوه حصالات ديدانيه ما تبانش الا بعد الذبح. الصفره ما تبانش الا بعد الذبح. السل ما تبانش الا بعد الذبح. فانت بتكشف على ذبيحتك علشان بس تتاكد ان كل حاجه تمام. بعد الذبح بقى. طب الناس اللي بتذبح عندك بقى بتاخد حاجتها ازاي وبتاخد لحمتها بتطلع بيها ازاي؟ ما هو الدكتور الجزارين بيكونوا محضرين نفسهم. بيقطع لهم في باع وفي كاس، بيكون مجهزين كاسهم وياخدوها على طول. المجازر عندك بتستطيع ان هي تنظف هناك في جوه المجزر مجاني برضه يعني مع الذبيحه زي ما بتتفق مع الجزار. انما قصدي اقول لك انه بيستعمل المجزر ببلاش يعني دكتور وعمال ببلاش. السؤال التالي بقى بعد اذنك، انتوا بتستقبلوا كام راس تقريبا في العيد؟ احنا يعني بيوصل رقم كويس يعني. ايوه انا عارف ان هو اكيد هيكون رقم كويس. انتوا مش عاملين احصائيه؟ لا مش عاملين احصائيه لان في بتختلف يعني كل سنه لها ارقام مختلفه، ممكن توصل مثلا 10,000 8,000 في المجزر. في المجازر كلها على مستوى الجمهوريه. 10,000 بس كده. احنا بنقعد عندنا وحده كامله في العيد بترصد المذبوحات الاضاحي بس يوميا. الثلاث ايام بتوع العيد، اول وثاني وثالث يوم. طب انا يعني السؤال اللي لازم يعني كلنا بنبص عليه، انا النهارده كمواطن رايح اشتري اضحيه واجيبها من على الانترنت يعني ولا اعمل ايه؟ هو في الحكومه عامله محطات تسمين تبع وزاره الانتاج، تبع الانتاج الحيواني، قطاع الانتاج عامل محطات تسمين في النوبريه، في الغربيه، في كفر الشيخ، في بني سويف سيتس. انا ما قدرتش اروح المحطات دي، انما انا نازل اشتري من حته قريبه من بيتي، يعني اعمل يعني هجيب الاضحيه بتاعتي، انا عايز اتبعها في بيتي. جميل. طيب احنا الاول عايزين نتكلم عن الاضحيه، احنا ممكن نتكلم عن ازاي اشتري الاضحيه. لما اجي اشتري الاضحيه هنبص نلاقي كذا طريق، زي ما سيادتك تفضلت كده ان بتقول على النت موجود. طيب انا علشان احب اجيب اضحيه لازم اجيب من مكان معتمد. مكان معتمد بمعنى ايه؟ يعني ما اجيش واحد في بتشوف اصلا في وقت الموسم ده ناس ماسكه غنم وماشيه بيها في الشارع، عامل على ناصيه مكان كده وحاطط شويه غنم. طب هل انا لو اشتريت من المكان اللي هو يعتبر رحل بنسميه وخدت الاضحيه بتاعتي وروحت ولقيت الاضحيه دي بعد ما يوم ولا بتاع لقيتها شكلها مش طبيعي، هل هقدر ارجع للمكان دوت؟ مش هلاقيه. فانا عشان كده بنقول احنا نشتري من مكان اكون واثق فيه، يا اما مزارع اهليه معتمده كيانات بتربي وموجوده ودي منتشره
لان في تربيه على مستوى عالي وقطعان موجوده في على جميع المحافظات، يا اما اشتري عن طريق زي ما الدكتور طارق تفضل